يعني نحن نعلم أن هناك العديد من الأزمات المتكررة من قبل النظام الأردوغاني. أردوغان دائما وأبدا يحاول استغلال جميع الفرص لصالح سياساته. نحن شهدنا هناك العديد من الأزمات ما بين أردوغان بين الاتحاد الأوروبي والدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. أردوغان أراد لم يحقق من خلال لقائه بجو بايدن في مجموعة الـ20 ما كان يتمناه، وهو التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن جو بايدن لديه العديد من التحفظات على السياسة التركية، خاصة في ملف الدفاع وأيضا في ملف حقوق الإنسان. شهدنا خلال الأشهر الماضية يعني العديد من التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، الخاصة في المعارضين، الخاصة بالاعتقالات، الخاصة في المعاملة مع النساء، ويعني هذا الأمر ليس بجديد على النظام الأردني. أردوغان أراد أن يحدث حالة من حالات التقارب مع الجانب الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن على وجه الأخص، للتوجه فيما بعد إلى الجلسة الأممية أو المؤتمر العالمي لتغيير المناخ، إلا أنه لم يحقق ما كان يتمناه، خاصة أن الولايات المتحدة جادة في التعامل مع أردوغان، خاصة مع ما يقوم به أردوغان سواء كان في الملف الدفاع، خاصة بعد توقيع الاتفاقيات مع الجانب الروسي ومنظومة S-400 التي تهدد الاتحاد الأوروبي وتهدد المصالح الأمريكية. يعني سبق السيف العدل كما يقولون في مقولات العربية، بأن أردوغان وتركيا أصبحت بعيدة عن التعاون في ملف F-35، وهذا القرار قرار نهائي بالنسبة للشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية، وتم اتخاذه في سبتمبر الماضي. تحاول تركيا اللعب في أوراق الضغط على الجانب الأوروبي، خاصة مع يعني التنديد بالتعامل في ملف حقوق الإنسان واعتقال النشطاء وآخرهم عثمان كابالا، ويعني التي ترى الدول الأوروبية والدول الغربية بأنه عمل غير مشروع. ومن قبل هدد أردوغان بطرد 10 سفراء وتراجع عن هذا القرار، ويعني احنا تعودنا دائما على هذا التصرف من قبل أردوغان. أردوغان الآن أصبح في مأزق خطير جدا، سواء كان على المستوى الاقتصادي أو سواء كان على المستوى المشكلات الداخلية مع أحزاب المعارضة طيب التي استطاعت أن تكشف تزييف ادعاءات أردوغان في تحقيق تنمية اقتصادية في تركيا. طيب سيد محمد، يعني وفقا لما ذكرت، وسأضيف هنا الحديث بين بايدن ورئيس النظام التركي في لقائهما في روما كما تعلم بحسب بيان البيت الأبيض، تضمن الحديث عن أهمية المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. يعني برأيك هل من الممكن أن يعول الرئيس الأمريكي على أردوغان في حل ملفات كهذه في بلاده؟ أردوغان لا يعترف بالمؤسسات. أردوغان إذا نظرنا إلى مؤسسات الدولة التركية نجد أهل الثقة، نجد كل من ينتمي إلى العدالة والتنمية، لديه العديد من المشكلات الاقتصادية، والدليل على ذلك تغيير 3 رؤساء للبنك المركزي في 2 عام، أزمة اقتصادية طاحنة. أردوغان لا يعترف بالديمقراطية في بلاده، وبالتالي أعتقد أن الديمقراطية لا يمكن أبدا أن يحقق فيه أي نجاحات، خاصة مع الانتقادات الدولية والإقليمية لما يقوم به من أعمال وممارسات، سواء كان بالنسبة لأبناء الشعب التركي أو بالنسبة للصحافة أو بالنسبة لحقوق الإنسان. السيد محمد السيد حمادة، خبير في القضايا الدولية، كنت معنا مباشرة من القاهرة ضيفا على نشرة الواحدة. أشكرك جزيل الشكر.